الباب فتح بعد عناء. الجو حلو شديد والشوارع هادية. بالنسبة لليوم الأول good but يعني الشوارع كانت مختصرة بالنسبة لي، ما قدرتها فاهمين مثلا يعني امشي بطريقة كويسة فاهمين، لكن الليلة عرفت في شارع كده ظريف وراي هنا ورا العمارة طوالي، يعني ده ممكن اتمشى فيه فاهمين. فبكرة ان شاء الله حاسحة ابدل من كده، عشان اللي ابدل من كده بكون الجو احلى والطف من كده. بس شاتو اي نيد انزل جيم والله العظيم، بس شنو اي نيد استقل شويه يعني فاهمين، يعني اسال كويس يعني مثلا المشي كذا بيخليني انتظم فاهمين، عشان لما ينزل الجيم ما اقوم اكسل وما امشي الجيم حد الشكل ده، فهسه دي حيخليني انتظم على انه اصحى بدري كذا. هسه انا حرجع البيت ما طبعا ما حنوم حاسه شو يعني حامل باقي الروتين بتاعي عشان شنو ما كسل. مين اللي حكي الان ده انه شنو النور برا ما ولع خوفا، انا هحاول بوسع افتح الباب.
بقى.